وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الاثنين إلى الهند وأجرى محادثات مع الجانب الهندي، وكان قد صرح من قبل بأن جولته هذه في آسيا تهدف إلى مواجهة التهديد الصيني. تعليقا على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي دولي إن تصريحات بومبيو مجرد تكرار للمزاعم السخيفة القديمة ولا أساس لها من الصحة. اتهام بومبيو للصين ليس أمرا جديدا، وتصريحاته مجرد تكرار المزاعم السخيفة القديمة ولا أساس لها من الصحة. تصريحاته تكشف عقلية الحرب الباردة له وتحيزه الإيديولوجي. نحن نحث بومبيو على التخلي عن عقلية الحرب الباردة والمحصلة الصفرية ووقف ترويج التهديد الصيني والتأثير على العلاقات بين الصين والدول الأخرى في المنطقة ووقف تقويض السلام والاستقرار الإقليميين.